هذا الحارث بن عباد. متأكد؟ وهل يمكن لأحد أن يخطئ فرسه النعامة؟ أرأيت؟ لا يتركون الإنسان يستمتع بما خطط له، ولكن المهم فيما يتعلق بك أنت. ألم أقل لك بأنني سأضمن حياتك؟ عمري لم أخل بوعدي لأحد، وعدت بأن أقتل لبيدا وسأفعل، ووعدتك بحياتك وسأضمنها لك. بهذه السرعة يا خالد؟ التجارة لا تعرف الانتظار يا جليلة، ألا تنتظرين عودتهم على الأقل؟ وهل هذه أول مرة يخرجون فيها إلى الغزو؟ ولكن هذا ليس غزو. أيا كان ما يفعلونه فسيعودون، لا تخافي عليه، ولكن انتظري أخباري. كما قلت لك سأزوجك زواج ملوك. اهتمي بتجارتك وانسي أمر زواجي، أنا لم أصبح بائرة بعد. المهم انتظري أخباري. غاضبة لأننا أعطينا صوف الجلود لتاجر آخر. لسعدة؟ ولكنه كان عنده، ولم يبدو عليهما أنهما مختلفان. تجار ويعرفون كيف يتعاملون. أرجو أن يكون غضبها كبيرا، فلا نرى وجهها بعد اليوم. حتى جحدر جاء لمجدتي. قد يكون جحدر هو الشخص الوحيد الذي أحتاج إليه. حتى أنت يا جحدر. أفهمني لماذا لا يريدنا إلى جانبه؟ أنا أذهب وأتفاهم معه. لا تتعب نفسك، سنظل هنا الآن، وحين يحدث ما يستدعي تدخلنا فلن ننتظر الإذن منه. وائل يشير لنا. سأذهب لمعرفة ما يريد. أرسل لي جحدر. جحدر؟ اذهب. يريد جحدر. جحدر؟ أنت لا تثير الاهتمام أو القلق عند أحد. ستكون مسؤولاً عن هذا الغزال. حين يظهر لبيد ستفعل ما قلته لك، ولكن لا تنسى أنا أضمن حياة هذا الغزال. إذا حصل له شيء سيكون الثمن رأسك. وماذا لو رماه أحد بسهم؟ عندها لا ملامة، ويكون قد صار لي ثأرين عند لبيد. أصلحتك الآلهة يا مرة ابن ذهل، ألم تستطع منعهم؟ وكيف أمنعهم؟ أأجبرهم على تحمل الإهانة يا سعدل؟ إهانة الملوك ليست إهانة يا أبا همام، لأن معاداتهم ليست هينة. قل إنك تخشى أن تتفاقم الأمور فتتوقف تجارتك. أليس عليكم أن تفكروا أنتم أيضاً بتجارتي؟ هل هي تجارتي وحدي؟ ألا أجلب لكم مقابل الصوف والجلود ما تحتاجونه من البلدان الأخرى؟ هذا شيء وذاك شيء. بعد إذنك سأرى الصبايا، لقد أوصينني على زينة وحلي.
كما اتفقنا لن ننتظر الإذن من وائل. لا تنسى أن وائلا يريد لبيدا لنفسه. وهو له، ولكن في اللحظة المناسبة وحين يلتقي وائل بلبيد سنقطع الطريق على حامية لبيد. تظنون أننا بلا نخوة ولا مروءة؟ تئن نساؤنا وأهلنا من ظلم لبيد ولا نساعدكم في حربه؟ من أين لك هذا الغزال؟ لقد اصطدته. اصطدته حيا؟ كما ترى. تبيعه؟ لا يا سيدي، سأخذه لأولادي يلهون به. أنا سأشتريه منك ثم أهديه لأولادك. كيف ذاك يا سيدي؟ أطلقه وخذ ثمنه، وأنا أمسكه حيا ثم أهديه لأولادك. لم أفهم يا سيدي، ماذا تقصد؟ لقد هرب يا سيدي، ألهيتني حتى هرب. لا حظ لك في أخذ ثمنه، لكنه سيبقى لأولادك. وائل، ماذا تفعل هنا؟ كأنك لم تعرف أن هذا الغزال في حماي. ما معنى هذا؟ معناه أنني أحميه كما أحمي أختي الزهراء. أشك في أنك تستطيع أن تحمي نفسك. انتهيت منه؟ وماذا نفعل الآن؟ عندي اقتراح. نلبس ملابس هؤلاء الجنود ونقتحم الحصن وننهبه. هذا هو الجنون بعينه. ولما لا نفعل؟ جئنا نثعر ولم نأتي للسلب. نحن نسلب مالنا الذي أخذه منا هو وملكه. يا أهل الخير، لقد انتهينا من الهم الأصغر. فكروا بالهم الأكبر، فكروا في الرد الذي سوف يأتينا من الملك الكندي. من هذه الناحية أنا أوافق جساساً على رأيه. لن يكون الملك الكندي أكثر غضباً حين ننهب الحصن بعد أن قتلنا عميله لبيداً. فلنمضي في الأمر حتى نهايته. إن كانوا سيذهبون فلن نتركهم وحدهم. لكن يا ابن عباد، كلما واجهنا أمرا كهذا ازددت قناعة بحاجتنا إلى قيادة دائمة لنا تسير أمورنا. لا تعقد الأمور يا وائل، طوال عمرنا نسلم قيادنا للأكبر سنا بيننا. ومن هو الأكبر الآن؟ لقد انصعنا لرأي جساس أصغرنا. فكر في هذا لاحقا، المهم الآن أن نظفر فيما نحن فيه. ها
مدت يداك يا أخي يا حامل حمى. عرفت بما جرى؟ أجل، جاء جحدر وأخبرنا أنك قد قتلت لبيدا، ونحن أبدنا الحامية المرافقة له، ولكن أخاه غسان نجا منكم بجلده، ولا شك أنه الآن عند الملك الكندي. إن لم يكن قد صار عند الملك الحميري. فاطمة، هل جننتي؟ أنا جننت أم أنت؟ ما الذي يأخذك إلى حرب كهذه؟ أليس في رأسك عقل؟ بدل أن تشكريني على الثأر لكرامة أختك؟ هذا شغل كبار، فما الذي يحشرك بين الكبار؟ أما أنك ستقلدهم في كل شيء؟ ألا تعرف أن هناك من يخاف عليك؟ أفهم من هذا أنك قد خفت علي؟ أنا؟ لماذا؟ الأمهات يخفن على أولادهن. حسن، سأذهب لأطمئن أمي. أين تذهب؟ ألا تحكي لي ما جرى؟ ولكن هذه حصتي. أقررت حصتك بنفسك؟ ستأخذ ما تستحق؟ كل مرة تعطونني مثل ما تعطون الذين لم يحاربوا من رعاة وعبيد. أنا حاربت. لا، هذه المرة أنت قتلت فعلا، لذلك ستأخذ مثل الفرسان. اجلس يا جحدر. ربيعة يا أبا همام، ربيعة. حسنا حسنا، ربيعة. اجلس يا ربيعة وقل لي لماذا تحتاج هذه الثروة التي كنت تخفيها. لماذا يا أبا همام؟ أهناك من يسأل سؤالا كهذا؟ المال وحده هو الذي يصنع القيمة والجاه. أتبحث عن قيمة وجاه يا جح يا ربيعة؟ ولما لا يا وائل؟ واحد في شكل هذا وقصري وبنسب لا يعتد به، لا أمل له بين العرب إلا بمال يخفي عيوبه ويظهر محاسنا ليست فيه. معك حق في البحث عن قيمة، ولك لا يجوز أن تفكر بأن تأخذ أكثر من غيرك. لا، ليس معه حق في البحث عن قيمة، قيمته محفوظة طالما أنه في قبيلته. أتخاف على قيمتك وأنت عند مرة بن ذه؟ لا أخاف يا وائل، لا أخاف، ولكنني أحتاج إلى شيء آخر. أحتاج أن أستطيع دعوة أحد إلى بيتي، أن أشتري ما أشتهي، أن أتزين لكي يراني الجميع ربيعة لا جحدر. المال وحده هو الذي يغير الأسماء. وهل أنت غاضب لأنهم لم يتركوكم تسبون نساءهم؟ هل نساءهم جميلات؟ ألا تعرفين يا زهراء أنني لا أفكر في امرأة في الدنيا غيرك الآن؟ تتكلم مثل العشاق. أنا عاشق، عاشق يا زهراء، صدقيني. معك حق أن تضحكي، فالعشق يجعل الكبار مضحكين. أليس لديك ما يكفيك من النساء؟ تلك نسوة اجتمعنا في البيت كما تجتمع الحوائج، لا يعرف المرء ما الذي يلزمه منها وما الذي لا يلزمه. أنت شيء آخر يا زهراء، صدقيني. إن هذه الحرب قد أوضحت لي ما الذي أنا في حاجة إليه. أنا في حاجة لمن أقاتل من أجله، وأنت من أحتاج إليه. كأنني لم أحارب طوال عمري إلا اليوم. الآن عرفت لماذا لم أكن أذهب بحماس إلى حيث كان يريدني وائل أن أحمي القوافل. لأنني لا أريد أن أحمي القوافل، أريد أن أحميك أنت. أنت قافلتي. يظن أنك وحدك الذي قاتل في هذه المعركة. قلت ذلك أنا أحكي لك فقط ما فعلته. والآخرون ألم يفعلوا شيئا؟
طبعا فعلوا، ولكني لم أرهم. في المعركة لا يستطيع أحد أن يراقب أحدا. المهم أنك رجعت سالما. وهذه المعركة كلها من أجل أختك. أتمن علينا؟ لا، ولكن تذكري أنني فعلت ذلك من أجل أختك، فكيف لو كان من أجلك أنت؟ ماذا كنت ستفعل لو كنت أنا من ضربها زوجك؟ زوجك؟ أنت يكون لك زوج؟ وبماذا أختلف عن غيري من البنات والنساء؟ لماذا لا يكون عندي زوج؟ وماذا يعنيني إذا كان لك زوج؟ ألا يعنيك إذا كان لي زوج؟ تصور أن يضربني زوجي. أنا أرى أنه لا يحق لأحد أن يتدخل بين الرجل وزوجته. ماذا يعني إذا ضربها زوجها؟ أصلاً لا يمكن أن يضربها إلا إذا كانت تستحق الضرب. لماذا إذن شاركت في هذه المعركة؟ لأن لبيد حقير، وأنا شاركت من أجل إخوتي. أريد الدفاع عن إخوتي. عن إخوتك؟ شكراً يا نضلة، شكراً. الآن عرفت قيمتي عندك. ولكن هي قالت إنه يمكن أن يكون لها زوج. ما علاقتي أنا؟ من يستطيع أن يفهم النساء؟ الطعام جاهز. قم بنا، ألن تأكل؟ دعنا هنا، سيجلبون لنا الطعام. أحب أن نجتمع كلنا على الطعام. سلامة، قل لهم أن يجلبوا لي ولأبي همام طعامنا إلى هنا. أريد أن أتحدث معك في موضوع. سلامة، لمن هذا الطعام؟ لأبيك ولوائل. ولما لا يأكلان معنا؟ ربما كانا يتحدثان في أمر خاص. وأي حديث خاص يمنعهما من الأكل معنا؟ افرض أن وائل يريد أن يحدثه بشأن الزواج. إذا كان الأمر كذلك فيجب أن نكون معهما الآن. لما تريد أن تجادل في مسألة صغيرة كهذه؟ هذه ليست مسألة صغيرة، ونحن لسنا أقل قيمة من وائل وسالم الزير لكي نأكل وحدنا ونحن في ضيافتهما. وحدك وأنت معنا؟ أعرف يا أبا نويرة، ولكن على المرء أن يحكم عقله، وإذا أراد أن يطاع عليه بالمستطاع. هل صار طلبي للزهراء فوق المستطاع يا ابن عباد؟ لا يا أبا نويرة، لم أقصد ذلك، وهم لن يردوا لك طلبك، فأنت كفء لها، وأنت ابن عم وحليف. ولكن علينا أن ننتظر ما سيفعله الملك الكندي بعد أن يسمع بمقتل عامله، وبعدها يكون في وسعنا طلب النساء للزواج. لا تجعل وائلا يحس أننا نطالبه بثمن لتحالفنا معه. أنا يقال عني ذلك؟ لا لا يا أبا نويرة، ما لك تحرف الحديث كالفتيان العمقى؟ نريد أن نعرف ما سيفعله الملك الكندي، وخلال ذلك يجب أن لا يحس وائل أن هناك من يساومه على موقف. درعان، أرجو أن تكون قد عدت بالسلامة والتوفيق. كل شيء على ما يرام يا امرأ القيس. تعال وقعد، أريد أن أطمئنك إلى أن المرابح لا تقل عن مرابح أي رحلة كنت أنت على رأسها. لا تصدق كم كنت أحس بالمسؤولية. هذه أول مرة ترسلني فيها بالتجارة دون أن تكون معي. هي أمانة كبيرة، وأنا كنت... درعان، هل مررت بأهلك؟ لا، ليس بعد. قلت لنفسي يجب أن أراك أولا لأطمئنك على تجارتك وعلى مالك. درعان، كان يجب أن تمر على أهلك. ألا تذكر أنهم كانوا يستعدون لمعركة قبل ذهابك؟ أذكر طبعا أذكر، كيف لا أذكر؟ قل لي، ما الذي حدث في المعركة؟ المعركة أمورها جيدة،
وائل قتل لبيدا واقتحمنا مدينته وغزوناها. ما الذي سيفعله الملك الكندي؟ هذا ما ننتظره الآن. ولكن قد يشن علينا حربا. طبعا طبعا. أتعرف يا امرئ القيس، كأن الناس يتوقعون هذه الحرب. إنهم يبحثون عن أشياء يريدون تخزينها، وأنا أرى أن هذه هي فرصتنا. ما هذا الكلام يا ابن عنق الحية؟ يقتلون لبيدا؟ من يجرؤ على التعرض لعامله؟ هذا أخوه غسان، سيوضح لك كل شيء يا مولاي. أنا نفسي شاركت في المعركة يا مولاي. حثالة من الرعيان البدو يتجرؤون على اعتراض عامل الملك الكندي، ولا بد أنهم قد قتلوه. سواء قتلوه أم لم يقتلوه، المهم أنهم قد تعرضوا له. بل قتلوه يا مولاي. قبل مجيئي إليكم التقيت بأحد الناجين من المعركة، هو من أبلغني بموت أخي. سيدفعون ثمن تجرؤهم غاليا. لا بد أن لجرأتهم هذه أسبابها يا مولاي. أيا كانت الأسباب فقد تجرأوا على عامل الملك، ومن الذي يفعل ذلك؟ ها؟ هذا البدوي الحقير. ليس هذا ما أقصده يا مولاي، أنا لا أبحث عن مبرر لهم، ولكنني كنت أتساءل كيف تجرأوا على هذه الفعلة. لابد أنهم يتوقعون انتقامكم الآن، ولذا فإنني أتوقع أنهم قد تهيأوا للمواجهة وأعدوا العدة له. معك حق، لابد أنهم يتوقعون الانتقام، ولكنهم سيرون أن الحذر لا ينجي من قدر. اسمع، ستذهب إلى الملك الحميري وتبلغه رسالة مني. حبذا يا مولاي أن ترسلني أنا في هذه الرسالة، لقد قتل أخي لبيد ولا أعرف بما آلت إليه الأمور في ولايته. ستعود إليها عاملا بدل أخيك. بعد النصر يا مولاي. وهو كذلك بعد النصر، ولتكن أنت من سينقل رسالتي إلى التبع اليمني، وابن عنق الحية هو الذي ينقل رسالتي إلى الملك الحميري. قل للتبع اليمني إن سليمة بن الحارث ملك كندا يبلغك تحياته. أهلا بالبسوس. أهلا، أهلا بك يا سيدي الوزير نبهان. أرجو أن تعجبك. سلمت يداك يا هيلة، طالما أنها منك فلا بد أن تعجبني، مع أننا نحن الذين نقدم الهدايا عادة. نحن لا نجرؤ على تسميتها هدية، فهي ليست إلا وسيلة تذكرناك عن طريقها حين رأيناها وقلنا إنها تليق بكم، لعلكم تتذكروننا بها. أما نحن فلا نحتاج إلى ما يذكرنا بكم، إن ذكراكم في القلوب دائما. متى تظن أننا نستطيع أن نقابل ملكك التبع حسان اليماني؟ إياك وأن يكون أي مخلوق قد رأى بضاعتك قبله. أبعد ما أوصيتني يمكن أن أرتكب خطأ كهذا؟ لا، الملك هو أول من يرى البضاعة، ينتقي ما يشاء، وبعدها يحق للآخرين أن يروا وينتقوا. سأبلغه بوصولك، انتظريني. هديتك له غالية الثمن. وهو يستحق. ومنذ متى هذه القيمة للوزير نبان؟ منذ أن أصبح وسيطاً عند التبع اليماني. تعلم شيئاً يا سعد، أنه يجب عليك أن تدفع شيئاً من أرباحك لكي تكسب السوق. أليس في الأمر أكثر من ترويج البضاعة؟ ماذا سيكون أيها الخبيث؟ نبهان نفسه. يا ليت يا سعد، يا ليت. تعرف لو أن ما تلمح إليه يحصل لصرت ملكة على بلاد العرب كلها. وهل للوزير نبهان حظ في أن يكون ملكا؟
ليس الملك من لبس التاج يا سعد، الملك هو الذي لديه الثروات. تصور أن تصبح تجارة بلاد العرب كلها تحت سيطرتي. وكيف تحققين ذلك؟ بالزواج من نبهان؟ بالزواج من نبهان واستمرار محبة الملك. ولدي الآن هنا ما أضمن به الاثنين معا. إنما فعلتموه أيها الشباب العظيم هو مما يثير الفخر، ولكن العاقل من حسب حساب العواقب. وليس لنا أن نتوقع أن الملك الكندي سيسكت على قتل عامله. أنا أرى أن تعدوا أنفسكم لما يمكن أن تتمخض عنه الأحداث. أتخيفنا بالعواقب يا مرة؟ إن يكن قتلنا الملوك خطأ أو صوابا فقد قتلنا لبيدا وجعلنا مع الملوك ملوكا بجياد جرد تقل الحديدة. اسمعوني يا قوم، لقد بدأنا هذه الحرب وسأدفع بالأمور إلى حيث تسترد كرامتنا. لم يكن لهم أصلا أن يأخذوا منا هذه الجزية، وأنا أرى قبل أن ننتظر رد الملك الكندي أن نرسل إليه من يطالبه بما أخذه منا في السنوات السابقة. هذا هو الشطط بعينه. أتنتقدون قتلي للبيد؟ أنا لم أطلب من أحد منكم مؤازرتي في ذلك. لا يا أخي، ما هكذا يكون القول. أو تعلمني كيف أحكي يا سلمة؟ حاشاك يا أخي، لكن... وقبل أن تعلمني كيف أتكلم تعلم كيف تجلس بشكل تحترم فيه من هم أكبر منك سنا. وكيف علي أن أجلس؟ لا تحتبي في حضور من هم أكبر منك سنا. أرى أن وائلا ثائر الأعصاب وليس من الممكن الحوار معه اليوم. فليذهبوا، هذه حربنا ونحن أهل لها. إن تلمني عجائز من نزار فأراني بما فعلت مجيدا. نسعر الحرب بالذي يحلف الناس به قومكم ونذكي الوقود، أو تردوا لنا الإتاوة والفيئة ولا نجعل الحروب وعيدا. وهذا يا مولاي حملته معي من بلاد الشام، وأنا أصلي للآلهة أن يعجب. رائع. ليس في بلاد الشام كلها إلا اثنان منه. وأين الثاني؟ كان معي يا مولاي. كان معك؟ وأين ذهبت به؟ أخذ مني في الطريق يا مولاي. أخذ؟ ومن أخذه؟ لا يا مولاي، لا تفهم الأمور على غير حقيقتها. أخذ مني ولكن ليس رغماً عني، أنا تنازلت عنه برضاي. وهل تعرضين بضاعتك على غيرنا قبل أن نراها؟ أمعقول هذا يا مولاي؟ الذين أخذوها مني هم أقربائي بنو وائل الذين يؤمنون حمايتي. وهل هناك من يؤمن حمايتك أكثر منا؟ إنهم يحمونني قبل أن أصل إلى ملكك يا مولاي. وهل عندهم من يستحق أن يضع على رأسه تاجاً؟ هل عندهم ملك؟ بل ملكة يا مولاي. ملكة؟ أنا لم أسمع بملكة في بلاد العرب. ستسمع هذا الآن. ملكة على عرش الجمال، إنها ابنة أختي. منذ عامين كانت صغيرة
وحين عدت هذا العام وجدتها كالبدر في تمامه والنسيم في سلامه، شعرها ليل تتوه فيه الخيل، وجهها صباح، وعيناها أقاح ترميان الطير من أعالي السماء، وابتسامتها تشف عن لآلئة لا يشف عنها في البحر الماء. ومن هي هذه الحسناء؟ إنها ابنة أختي الجليلة، بنت مرة بن ذهل. نبهان، أسمعت يا نبهان؟ أريد هذه المرأة، أريدها هي والتاج الذي أخذته. لا يلبس تاج إلا بإذني وفي مملكتي. أرسل لي جيشا يجلبها لي في الحال. هيا. ولم الجيوش يا مولاي؟ أرسل نبهان ليطلبها لك من أهلها، وسيكون من دواعي سرورهم وفخرهم أن يصاهروا ملكا مثلك لا يحلمون بالركوع بين يديه. العرب يوالون بالمصاهرة يا مولاي أكثر مما يخضعون للقوة. ما اسم قومها؟ إنهم بنو وائل. وهل تلك الفتاة، ماذا قلت اسمها؟ الجليلة. وهل تستحق هذه الجليلة أن أخضع القبائل من أجلها؟ إنها أجمل بنات العرب، تقول للبدر قم لأجل سمكانك، الصدر بلاط حمام، والفم خاتم سليمان. تبالغين لتزينيها في عيني؟ ها؟ أنا لا أجرؤ أن أكذبك القول يا مولاي، لا أستطيع أن أصفها بأكثر مما وصفتها لك إلا بأن أقول ليس من سمع كمن رأى يا مولاي. سنرى ما نقرره في أمرها. حالة كهذه لا يحب أن يقاطعه أحد. ألا يهنئني أحد بالسلامة؟ ابقى هنا أنا أهنئك. ماذا جلبت لنا؟ كم تغيرتم يا أختاه، ألم تعودوا تتحدثون إلا بما جلبته أو لم أجلبه؟ أليس لأنك أنت تغيرت وصرت تاجرا؟ درعان، كيف حالك يا أخي؟ بخير. أكنت تسأل أختك لماذا لا يهنئك أحد بالسلامة؟ كنت أمازحها، أنا الذي جئت أهنئكم بالسلامة وبالنصر. شكرا لك يا درعان، مع أننا افتقدناك في هذه المعركة. وجودك كافا يا أخي، وأنت تعرف أننا لا نقصر عند الضرورة. على أي حال نحن مقبلون على ما هو أشد، فلتبقى معنا. طبعا طبعا، كم تريدني أن أدفع؟ أنا جاهز. قلت لك فلتبقى معنا، ولم أقل لك كم ربح. أتفهم؟ أفهم طبعا أفهم. ولكن أن يمنع أخاه أن يحتبئ في حضوره، هذا ما لم يقم بالحسبان. وما شأنك أنت بهذا؟ مسألة بينه وبين أخيه. ما يعنيني أنه لو تمكن من زعامة حقيقية لقومه لصار جبروته أكثر من الملوك الذين يثور عليهم. هذا كلام في غير أوانه. اسمعوني جيدا، ما يضير التغليبيين يضيرنا، نحن معهم أبناء عمومة، ولئن استفرد بهم الملك الكندي فلن يوفرنا بعدهم. إن معركة ابن أخي وائل معركة حق، ولذلك نحن سنساندهم. وهذا يعني أن المعركة إن وقعت فإنها ستكون معركة معدن كلها، ولن تكون وقفا على التغليبيين أو البكريين. تهرب من الدنيا كلها، لكنك لا تستطيع أن تهرب مني. أنا لا أهرب من أحد يا جليلة، ولكنني لا أريد أن أحمل مغبة عملي لأحد. كان هناك ما رأيت أن علي أن أفعله ففعلته،
ولست نادما ولو أطبقت علي جيوش الأرض كلها. أنا لا أصلح لعيش كهذا يا جليلة، إما أن أكون سيدا على هذه البلاد وندا لملوكها، وإما لا حياة لي فيها. بل أنت سيدها وخير من ملوكها. لا تتورطي بي يا جليلة. لي أنا تقول ذلك يا وائل؟ لك ولغيرك. لا أريد أن أورط أحدا معي فيما أنا فيه. ولكنني متورطة بك من قبل ومن بعد، ولن تغير أنفتك ما بيننا. أخشى يا جليلة أن يكون لما جرى أثر على ما بيننا. له أثر طبعا. أما قلت لك؟ وأنا أقول لك إن ما جرى قد جعلك تحتل مكانة في قلبي تفوق المكانة التي كانت لك. أنت فخرنا وحامي كبرياءنا. لكن أباك يتخوف من العاقبة. أبي رجل عاقل يحسب لكل شيء حسابا. كأنني لست عاقلا. بل زينة عقول الرجال أنت. المسألة أنه يجب أن نفكر بالعواقب. ولكن الكرامة يجب أن يتم الدفاع عنها دون تفكير بالعواقب. وأبي يعرف ذلك أيضا، ولكن التحسب للعواقب لا يضير. إن كان هذا ما يراه فلما يلومني أمام الآخرين؟ هو لا يلومك يا وائل، هو يريد التبصر بالعواقب لكي يتحملها معك. لا، لا أحد يريد تحمل العواقب معي، وأنا لا أريد تحميل العواقب لأحد. سأتحملها وحدي حتى أنت تستطيعين أن تعفي نفسك من أي مسؤولية معي. اسمع يا وائل، أنت تريد أن تهرب من الجميع، توجه إهاناتك هنا وهناك كأنك تريدهم أن ينفضوا عنك لتواجه مصيرك وحدك. أنا فعلاً أريد أن أواجه مصيري وحدي. قد يكون لك ذلك بالنسبة للجميع، ولكن ليس بالنسبة لي. توجه إهاناتك إلى أي ممن هم حولك فيغضب وينصرف، ولكن أنا لن أغضب ولن أنصرف. ألم نتفق على أن لا كبرياء في الحب؟ وكما ترى، حتى لو نفرت الجميع لن تستطيع أن تنفرني منك ما لم تقل لي بأنك لم تعد تحبني. لن أثقل عليك بأكثر من ذلك. سأتركك الآن إلى خلوتك مع نفسك. جليلة، شكرا لك، كنت في حاجة إلى هذا الكلام. كنت في حاجة إلى من يحبني ويثق بي، وإلى من يتشبث بك ويجبرك على الاعتراف بأنك ما زلت قادرا على أن تحب. لأنه ضرب زوجته؟ أمن أجل هذا قتلوه؟ هؤلاء القوم يرون أنفسهم أعز العرب يا مولاي. وماذا يعني إذا كانوا أعز العرب؟ يحاربون الملوك من أجل ضرب الزوجات؟ من هم هؤلاء؟ إنهم بنو وائل يا مولاي. ولم يستطع الملك الكندي أن يؤدبهم؟ لا أصدق. بل يستطيع يا مولاي، ولكنه يريد مشاركتك معه لكي تخضع لكما قبائل الصحراء خضوعا أبديا. اذهب إلى الملك الكندي وأبلغه شكرنا على مراسلته لنا، وقل له إن كان يريدها ضربة قاسمة تنهي هذا الشغب إلى الأبد فنحن جاهزون، وسنبقى على اتصال به لمزيد من التشاور.
كنت أستطيع طبعاً أن أعد الملك الكندي بتلبية طلبه فوراً، أليس كذلك؟ طبعاً يا مولاي، ولكنني لم أفعل، فالأمر يحتاج إلى مشاورات. الملك الكندي خائف من هذه القبائل ولذلك يطلب معونتي، ولولا ذلك لما انتظر أحداً بعد أن قتلوا عامله. لعل الحرص واجب يا مولاي. الحرص في مواجهة هؤلاء الرعاة؟ ربما كان مولاي لا يعرف أن الذين قتلوا لبيداً الغساني هم أنفسهم الذين يريد أن يصاهرهم. هم أنفسهم؟ نعم يا مولاي، هم من أجل إهانة امرأة فعلوا ذلك، والذي قتله هو ذاته الذي يريد الجليلة لنفسه، الجليلة ذاتها التي تريدونها. ماذا تعني؟ يمكن أن تخطر له الممانعة أو يخطر لأهلها الرفض؟ أهلها لا، أما هو فقد يخطر له شيء ما. فليخطر له ما يخطر، سأعرف كيف أعالجه. ولكن صفه لي يا نبهان واصدقني القول. سأقول لك ما قالته عربه عنه يا مولاي: ما هم بعدو إلا نال منه، ولا أطلق سهما على هدف وحاد عنه. همته تتعب حصانه، وسيفه يسبق لسانه، يتحدى الصقر بحدة نظره، وسهامه أسرع من بصره. إنك تزين لي الموضوع بأكثر مما أردت. سيعجبني أن أذل هذا الرجل ما دام هو بهذه الصفات، وما دام هو فارسهم وبطلهم. سآخذ منه حبيبته وسأجعل تحت سلطتي قبيلته. أضف إلى هذا أن عرب الشمال كانوا موزعين في ولائهم بيني وبين الملك الحميري والملك الكندي، وبعضهم في أقصى الشمال موزعون في ولائهم بين الفرس والروم. أما الآن فإني سأجعل زمام الدنيا كلها في قبضة رجل واحد. لن نغزوهم دون سبب، سيحتاج الأمر إلى هالة من العاطفة، أليس كذلك؟ سنغزوهم بسبب الحب. نعم، أنا عاشق. لذلك ستذهب وتبلغهم أنني أريد ابنتهم الجليلة زوجة لي، وسيجلبونها لي إلى هنا. ولكن يا مولاي، هؤلاء يعتزون بكبريائهم ويدافعون عن أعراضهم، وليس هناك من هو أعز من بني وائل في جزيرة العرب كلها. ولذلك أريد ابنتهم. قلت لك يا مولاي، ليس هناك في جزيرة العرب من هو أعز من وائل بن ربيعة. ليس هناك من هو أعز من التبع اليماني أيها الأحمق. هؤلاء البدو سيخضعون لي وسيدفعون الجزية لي بدلا من الملك الكندي، فهمت؟ فهمت يا مولاي، فهمت. جهز نفسك منذ الغد واذهب إليهم وأبلغهم برغبتي في ابنتهم. أريد ابنتهم الجليلة. من الفارس؟ أطلب وائلاً ابن ربيعة. وصلت، أنا أخوه سلمة. سلمة؟ سمي أنت إذن. اسمك سلمة؟ نعم، أين وائل؟ إنه في الداخل، تفضل بالدخول. تفضل. تفضل. أعرفك بنفسي يا وائل ابن ربيعة، أنا ابن عمكم سلمة بن خالد التغليبي،
يعرفونني بالسفاح. سمعت عنك، أهلا بك، وحاجتك مقضية قبل أن تقولها. شكرا لك يا ابن العم، سمعت عنك ما يشبه ذلك. وما حاجتك يا ابن العم؟ لقد سمعت بما فعلتموه بلبيد الغساني، وأنا أعرف أن الملك الكندي قد يفكر بالانتقام. أجئت تحذرنا؟ بل جئت أرجوك أن تقبلني وقومي مقاتلين تحت إمرتك. شكرا لك يا ابن العم، ولكن حولي من الفرسان ما يغنيني عن طلب المعونة. أنت لم تطلب يا ابن ربيعة، بل أنا الذي جئت أطلب، وأنت قلت إن حاجتي مقضية قبل أن أقولها، وحق ما آمنت به العرب إن رجعت في قولك لأفضحنك بين القبائل. تضحك يا ابن ربيعة؟ طبعا أضحك، هذا أغرب تهديد تلقيته في حياتي. لا تحرم العرب فرصة الدفاع عن أعراضها يا وائل، أنا لم ألقب بالسفاح جزافة، لقد أبليت في مواقع كبيرة، ولكن ما فعلته كله لا يوازي شيئا أمام الذي فعلته أنت. إن يكن قتلنا الملوك خطاء أو صوابا فقد قتلنا لبيدا، أليس هذا ما قلته أنت؟ ووصلكم الشعر أيضا؟ الأمجاد تنتشر كما تنتشر الفضائح يا ابن العم، وما فعلته أنت يجعل عرب الجزيرة كلهم يعتزون به. منذ زمن ونحن نتحرق على الفرصة للتخلص من سطوة هؤلاء الملوك علينا، وحين يأتون سيجدون في انتظارهم سيوفا لم يتوقعوها. بوركت يا ابن العم. بل أشكركم، وقد وصلني التكريم الذي يكفيني بقبولكم لنا، أستودعكم. أنت لا تعرف من هذا، إنه واحد من الجرارين. وما الجرار؟ الجرار قائد لألف فارس. ما الذي جاء بك في مثل هذه الساعة؟ الورطة التي أوقعتنا بها. أية ورطة؟ ما لك ولتزيين البنات للطبع؟ أي بنات؟ الجليلة؟ ماذا قال عنها؟ قال إنه يريدها. صحيح؟ ويعجبك ذلك؟ ذلك غاية المنى. لكنه يريد أن يشن حربا من أجلها. ولماذا الحرب؟ لأنه يريدني أن أذهب وأطلب من أهلها تجهيزها وإرسالها إليه. إلى هذه الدرجة وقعت في نفسه؟ ألا يعني طلبه هذا قيام الحرب؟ أية حرب يا عزيزي، اترك الأمر علي. قل لي متى أستطيع أن أقابله؟ لا أعرف، أنا لم أعد أستطيع أن أفعل شيئاً، يجب أن أسافر غداً. لا تكن متعجلاً أكثر من مليكك، لن تسافر غداً، دعني أقابل واترك الباقي علي. لو رجعت إليه لأحدثه في الموضوع سيأمر بقطع رأسي. سلم رأسك يا نبهني، انتظرني واترك الأمر علي. إلى أين يا مجنونة؟ قلت لك انتظرني، وهذا ما يجب أن تفعله. ولكن قل لي أين ستنتظرني، هنا أم في بيتك؟ Oh,
بالسر.